كشفت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكدت الوزارة بأن الحالة المشخصة كانت لأحد مواطني المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد أجريت له مؤخرا عملية قلب مفتوح بمركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري، مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة، وبعد اكتشاف هذه الحالة ما هي الإجراءات التي ستتبعها الوزارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الحالة المكتشفة المصابة بفيروس الكورونا في مملكة البحرين، طبعا مثل ما تفضلتي كانت لمريض خليجي يتلقى العلاج في مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب، وتم الاشتباه به من قبل الطاقم المعالج في المركز، وأرسلت عيناته إلى التحليل في مختبر الصحة العامة اللي هو المختبر المرجعي في مملكة البحرين للكشف عن الفيروسات. وحال ظهور نتيجة التحليل والتي أكدت على الإصابة بهذا الفيروس، تم إبلاغ المسؤولين في مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب لاتخاذ جميع تدابير السلامة والوقاية. هذه أول إجراء اتخذته الوزارة. الإجراء الأهم كان هناك تواصل مع المعنيين والجهات العليا، فتم اطلاع الجهات العليا في المملكة بالحالة التي تم اكتشافها، وكان هناك تواصل وتنسيق بين المعنيين بمستشفى الخدمات الطبية الملكية ومركز الشيخ محمد بن خليفة لمتابعة الحالة، وخاصة المخالطين لضمان تطبيق سبل منع انتشار العدوى. بالإضافة أن هناك تم التواصل مع فريق الاستجابة السريعة من الشقيقة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم التقني واللوجستي لمستشفى الخدمات الطبية الملكية، وهذه يعني فرصة أني أسجل كلمة شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية وإلى جميع القائمين بالخدمات الطبية الملكية وعلى رأسهم اللجان العليا في وزارة الصحة وكل العاملين وبمركز الشيخ محمد. طبعا اليوم عقد اجتماع طارئ مع جميع العاملين الصحيين والتواصل معهم. هناك فريق صحي معني بمجابهة مرض الكورونا، وتم مراجعة جميع الخطط والبرامج التنفيذية والتنسيق مع الجهات المعنية سواء في الوزارة أو في الخدمات الطبية الملكية والجهات المعنية ذات العلاقة لتذليل كل المعوقات. وضعنا خطة إعلامية، طبعا هناك تعميم صادر اليوم لجميع المستشفيات سواء الحكومية والخاصة بخصوص هذه لو كان هناك اشتباه في هذه الحالة. نعم دكتورة، قد يتساءل المواطن والمقيم، هل هناك أي إجراءات يجب أن يتخذها المواطن أو المقيم بعد اكتشاف هذه الحالة؟ هل هناك ما يدعو للقلق؟ طبعا احنا نطمن الجمهور ان هذا الامر لا يدعو للقلق بتاتا. نعم. لان الفيروس لا ينتقل بسهوله من شخص لاخر الا اذا كانت هناك مخالطه قريبه جدا ودون اخذ جميع الاحتياطات اللازمه لمنع الاصابه. يعني اذا كان هناك التدابير المتخذه للوقايه من العدوى ومكافحتها يعني تكون حاسمه لمنع الانتشار. فإحنا جميعنا سواء في وزارة الصحة مع المعنيين بمركز القلب والخدمات الطبية الملكية، يعني من أول ما تم اكتشاف هذه الحالة تم اتخاذ تدابير على أعلى مستوى. نعم. لمنع انتشاره. نعم. فهنا لا يعني الأمر لا يدعو للقلق، ونطمن جميع المستمعين والمشاهدين اللي هم يشاهدوننا في هذا الوقت. نعم الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.